بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله تعالى رح نحكي عن آخر موضوع بمادة الكالكولاس اللي هو الانتجريشن باي سبستيتيوشن، والجزء الثاني بهاي المحاضرة رح تكون عن الاريا بتوين تو كيرفز. هلأ التكامل بالتعويض، إمتى بستخدم التكامل بالتعويض؟ لما يكون عندي حاصل ضرب اقترانين أو حاصل قسمة اقترانين، واحد فيهم مشتقة للتاني أو جزء من مشتقة التاني، زي ما إحنا شايفين في هاي الحالة. تمام، اذا واحد فيهم مشتقه من الثاني او جزء من مشتقه الثاني. هلا شو بعمل لما يكون عندي مثل هيك سؤال؟ تكامل 3 قوه ساين الاكس كوساين الاكس دي اكس، يعني اكسبوننشال فانكشن في اقتران عادي، غالبا بطلع على مين؟ على الاس. اذا كان الاس غير خطي ومشتقته موجوده، بفرض مباشره يو تساوي ساين الاكس. بهاي الحاله ايش مشتقه الساين؟ كوساين. فبفرض اليو هي ساين الاكس، مشتقة اليو ديو، مشتقة الساين كوساين، وإيش بنعطيها؟ دي إكس. نرجع للفرض، والسؤال هو 3، مكان ساين الإكس إيش راح أحط؟ يو. كوساين الإكس فيش مكانها إشي بتنزل، مكان الدي إكس هيها دي يو على من هون، يعني دي إكس هي دي يو على كوساين الإكس، فهون مكانها راح تصير دي يو على كوساين الإكس. هلأ كوساين إكس مع كوساين إكس بتروح، بضل عندي التكامل 3 قوة يو دي يو، وكلنا بنعرف هذا التكامل هو 3 قوة يو على لين الثلاثة زائد سي، بنعوض اليو مكانها اللي هي ساين الإكس على لين الثلاثة زائد سي. السؤال اللي بعده برضو حاصل ضرب اقترانين بيناتهم اكسبوننشال، فبطلع على الأس. الأس غير خطي، مشتقته 3 اكس تربيع، هلأ جزء من مشتقته هيها موجود اللي هي اكس تربيع، فبفرض دائما الأس الغير خطي. فرضت اكس تكعيب يو، مشتقة الاكس تكعيب 3 اكس تربيع، نعطيها دي اكس، واليو بعطيها دي يو. من هون دي يو دي اكس سوري بتساوي دي يو على 3 إكس تربيع. نعوض كل إشي مكانه، هاي إكس تربيع وهون إي قوة يو، ومكان الدي إكس دي يو على 3 إكس تربيع. هلأ إكس تربيع مع تربيع بتروح، صار عندي تلت تكامل إي قوة يو دي يو. رجع كل إشي مكانه، إي قوة يو زائد سي، فبتطلع معي تلت اي قوة اليو احنا فرضناها اكس تكعيب زائد سي. هلا هون عندي حاصل قسمة اقترانين وبينهم اشي مميز جدا اللي هي الزاوية. الزاوية للكوساين كانت غير خطية ومشتقتها موجودة، وغالبا لما اشوف لين لما يكون عندي بسط على مقام بفكر في التعويض. تمام، هلا الزاوية هون غير خطية، فبفرض لين الاكس يو مباشرة دي اكس على اكس تساوي دي يو، ومنها دي اكس تساوي اكس دي يو، يعني تكامل كوساين تربيع اليو هون على اكس وهون اكس دي يو. اكس مع اكس بتروح، يعني تكامل الكوساين تربيع، وعرفنا كيف نكامل كوساين تربيع، بنحط له متطابقته نص زائد نص كوساين 2u، وتكمل تكامل وبتعوض اليو في الآخر مكانها اللي هي لين الإكس. عندي حاصل قسمة اقترانين وبيناتهم جذر، هلأ مشتقة ما داخل الجذر عندي تاني الإكس مشتقتها سيكن تربيع اللي هي نفسها واحد على كوساين تربيع موجود المشتقة، فبفرض ما داخل الجذر. أحياناً بحتاج أفرض ما داخل الجذر، وأحياناً بحتاج أفرض الجذر كامل، فبدي أفرض ما داخل الجذر اللي هو واحد زائد تاني الإكس يو مشتقته سيكن تربيع الإكس دي إكس دي يو. تمام، نرجع للتعويض. جذر اليو على كوساين تربيع الإكس، ومكان الدي إكس شو حكينا؟ دي يو على سيكنت تربيع الإكس. هلأ واحد على سيكنت تربيع هي نفسها كوساين تربيع، فهي مع هاي بتروح، صارت عندي يو قوة نص دي يو
بتكاملها اللي هي يو، نزمع لها واحد يعني 3 × 2 × 3 × 2 زائد سي، وبتحط لي اليو مكانها. حاصل ضرب اقترانين، وعندي هاد اشي جوا الباور، هاي الاشياء المميزة. واذا انت بتنتبه لحكي هلأ، بلشت انا بحاصل ضرب اقترانين وفي بيناتهم اكسبوننشال، كنت اطلع على الاس، الاس غير خطي فرضته، كان عندي حاصل ضرب او قسمة اقترانين بيناتهم ساين او كوساين، اي ترايجونومتريك فانكشن بتطلع على الزاوية، الزاوية غير خطية، مشتقتها او جزء من مشتقتها موجود بفرضها، وهون حاصل ضرب اقترانين باور او جذر بتطلع على مداخل الباور، مشتقته موجود اللي برا فبفرضها. هلا مشتقه 1 على اكس سالب 1 على اكس تربيع، فبفرض اللي جوا الباور اللي هو 1 على 1 زائد اكس يو سالب 1 على اكس تربيع دي اكس دي يو، يعني دي اكس سالب اكس تربيع دي يو. صارت عندي تكامل يو قوة 5 في 1 على اكس تربيع في سالب اكس تربيع دي يو، هاي مع هاي بتروح وبتكامل سالب يو قوة 6 على يو قوة على 6 سوري زائد سي، بتحط لي اليو مكانها. السؤال اللي بعده تكامل محدود من 0 ل1 لاكس في جذر 1 ناقص اكس، خلينا افرض ما داخل الجذر اللي هو 1 ناقص اكس يو، يعني سالب دي اكس هي دي يو، تمام. بما انه التكامل محدود راح اغير الحدود، اذا كانت اكس تساوي 0 اليو ايش راح تساوي؟ 1 ناقص 0 يعني كم؟ 1. واذا كانت اكس تساوي 1 يو تساوي 0، فصارت عندي التكامل من 1 ل0. مكان الاكس قيمتها هلا من هون شو الاكس تساوي؟ 1 ناقص يو تساوي اكس، فصارت 1 ناقص يو جذر اليو، ومكان الدي اكس سالب دي يو. هلا السالب هاي مع الحدود رح تتغير، رح تصير من 0 ل1، وهون عندي يو قوة نص في مين ناقص يو نص زائد 1 اللي هي 3 × 2 دي يو، بنكامل بنحط لحد الأعلى ناقص الحد الأدنى. هون نفس الشي، حاصل قسمة اقترانين وبيناتهم جذر، مشتقة ما داخل الجذر موجودة، فبفرض 1 ناقص اي قوة سالب اكس يو، فسالب السالب بتصير موجب اي قوة سالب اكس دي اكس دي يو. نرجع لهون، صارت اي قوة سالب اكس على جذر اليو في دي يو على اي قوة سالب اكس، هاي مع هاي بتروح، ونرفعها بتصير يو قوة سالب نص ديو، تمام. رد نعيد، فرضنا 1 ناقص اي قوة سالب اكس يو، مشتقة سالب اي قوة سالب اكس هي سالب اي قوة سالب سالب اكس، يعني عادي بتصير هون سالب هون موجب دي اكس سوري هون وهون دي يو. مكان الدي اكس راح تكون دي يو على اي قوة سالب اكس اللي هي نفسها هاي، بروحوا مع بعضهم، وهون 1 على جذر اليو، بنكمل حل التكامل. السؤال اللي بعده تكامل لن الاكس على اكس، دائما لما حكيناها احنا سابقا، بس يكون في عندي حاصل قسمة اقترانين وبيناتهم لن مشتقته موجودة، بفرض مين لن الاكس تساوي يو، فمشتقته 1 على اكس دي اكس هي دي يو، ترجع معي يو على اكس، ومكان الدي اكس اكس دي يو، هاي مع هاي بتروح يو تربيع على 2 زائد سي، وبتحط لي مكان اليو قيمتها. سؤال اللي بعده دي اكس على اكس في جذر 1 ناقص لن الاكس، اما بتفكر تفرض لن الاكس يو ومشتقته 1 على اكس موجودة، او زي ما حكينا في المحاضرة السابقة هاي لن الاكس هون اف الاكس مشتقة اف الاكس 1 على اكس، هاي 1 وهي على اكس، فتطلع معي ساين انفرس للن الاكس. اما بتحلها مباشرة على القاعدة او بتفرض لن الاكس يو، بيطلع معك نفس
الجواب. هلا الجزء الثاني من محاضرتي اليوم اللي هو الاريا بتوين تو كيرفز، كيف احسب المساحه بتوين تو كيرفز. بتحكي لي النظريه خدي اف والجي كونتينوس فانكشن، هاي اف وهاي جي تو كونتينوس فانكشن اون ذا انترفال اي بي such that if x اكبر او يساوي جي للاكس، يعني اف الاكس رسمته اعلى من الجي لكل اكس ان اي بي، then the area of the region bounded above F الx يعني في الأعلى راح يكون F and below مين هو G. On the left عندي A و on the right عندي B. شو هي الأريا راح تكون؟ التكامل من A ل B ل F الx ناقص G للx، يعني الأبعد عن محور السينات ناقص الأقرب إلى محور السينات. هلأ إذا ما كنت عاطيك أنا A و B جاهزة، لازم إحنا دائما نطلع نقاط التقاطع، نسوي الإف في الجي ونطلع نقاط التقاطع، بعدين مباشرة بنحسب المساحة بالأعلى عن محور أبعد عن محور السينات ناقص الأقرب إلى محور السينات. هلأ هون السؤال بحكي لي find the area of the region enclosed by y تساوي x تربيع و y تساوي x زائد 6. هلأ إما بترسم أو خلينا بالأول بما أنه عندي two curve نساويهم ببعض، يعني x تربيع تساوي x زائد 6 ومنها x تربيع ناقص x ناقص 6 تساوي 0. نحللها x ناقص 3 في x زائد 2 تساوي 0 ومنها x تساوي 3 x شو تساوي سالب 2. فأنا شو بعمل دائما بما أنه مش عاطيني حدود أصلا، فبحطها هاي من سالب 2 لثلاث. بدي أعرف مين الأبعد ومين الأقرب، شو بعمل؟ باخد أي عدد بين سالب 2 وثلاث، مثلا خد للصفر، مين اللي قيمته أكبر؟ صفر زائد 6 6 وصفر تربيع صفر، فالقيمته أكبر مين؟ x زائد 6، فراح يكون عندي x زائد 6 هاي الأبعد يعني قيمته أكبر ناقص مين؟ x تربيع. فالتكامل بدون رسم راح يكون عندي هو area تساوي من سالب 2 لثلاث لمين؟ لx زائد 6 ناقص x تربيع دي x، وبتكمل حل مباشرة. هلا هون بالنسبة لهذا السؤال طبعا رسمته هيو x تربيع زي ما انت عارف، وهي رسمة x زائد 6 بتقاطعوا في النقاط اللي حكيناها اللي هي عند السالب 2 وعند الثلاث. هلا هي المنطقة المطلوبة، الأبعد عن محور السينات من الرسم باين هو مين؟ x زائد 6 والأقرب مين؟ x تربيع. فإما بالرسم أو نفس الطريقة اللي حليت لك فيها بالأول. السؤال اللي بعده find the area enclosed by e قوة x و e قوة 2x و x عاطيني الحدود صفر ولين الاثنين، تمام؟ هلا شو بعمل؟ بسوي e قوة x في e قوة 2x، فبنحكي e قوة 2x ناقص e قوة x تساوي صفر، اسحب e قوة x عامل مشترك، بضل عندي e قوة x ناقص واحد تساوي صفر، ومنها هلأ هاي اي قوة اكس حكينا مستحيل تساوي صفر، وهون اي قوة اكس شو تساوي؟ واحد. امتى اي قوة اكس تساوي واحد؟ لما اكس شو تساوي؟ صفر، تمام؟ فطلعت انا الحدود بس نقاطعهم مع بعض عند الصفر، هو عطيني اياها اصلا احد الحدود اللي هو هيها صفر، وعندي لن التو نقطة التقاطع هي عند الصفر. بدنا نعرف مين الاكبر ومين الاقل، فبنعوض خد الواحد اي تربيع اكبر من الاي، فراح تكون اي قوة 2x ناقص اي قوة x، وبالتالي راح تكون الاريا هي التكامل من صفر للين الاثنين لاي قوة 2x ناقص اي قوة x dx، وبتكمل تكامل، تمام؟ هلأ مش شرط، أحيانا في الامتحان بحكي لك فقط بدي set up the integral. شو يعني set up the integral؟ يعني فقط بدي تكتب لي هاي الصيغة بدون ما تحسب تكامل، أو بحكي لك احسب لي الأريا فبدك تطلع قيمة التكامل للآخر، تمام؟ إذا إما بحكي لك set up the integral of the area أو بحكي لك find the area بدك تطلع القيمة للآخر. السؤال الأخير find the area enclosed by y تساوي sin x y تساوي cosine x، x صفر x by 2. أول خطوة زي ما حكينا خلينا نسويهم في بعض، يعني sin x تساوي cosine x، لما نيجي نقسمهم على بعض فساين اكس على كوساين الاكس تساوي واحد، يعني تان الاكس
تساوي واحد، يعني x تساوي tan inverse للواحد، وبما أنه بين الصفر والباي على اثنين رح تكون باي على أربعة. فبترسم الخط، وهون هاي صفر وهاي باي على اثنين وهاي باي على أربعة. من صفر لباي على أربعة مين أكبر، الكوساين ولا الساين؟ أكيد الكوساين، يعني هاي رح تكون من صفر لخمسة ومن باي على أربعة كلنا بنعرف كم، اللي هي رح تكون كوساين الإكس ناقص ساين الإكس. والمساحة الثانية من باي على أربعة لباي على اثنين أكيد الساين أعلى، فساين إكس ناقص كوساين الإكس. والأريا رح تكون معي هي من صفر لباي على أربعة لمين؟ لكوساين الإكس، بما أنها 2 أريا ناقص ساين الإكس، زائد لأنهم 2 أريا طلعوا عندي، من باي على أربعة لباي على اثنين لساين الإكس ناقص كوساين الإكس دي إكس. تمام؟ هلأ من الرسم إذا بتحب تعرف كيف الرسمة بتطلع معك، كلنا بنعرف رسمة الساين بتبلش هيك، ورسمة الكوساين بتبلش معي بنفس الطريقة. طيب هو حكي لك لوين لعند الباي على اثنين، طبعا نقطة التقاطع الأولى هيها باي على أربعة، هو عاطيني إياها من صفر لوين لباي على اثنين لهون بالضبط، فهي عندي المساحة الأولى وهي عندي المساحة الثانية، يعني هي بسميها area 1 وهي بسميها area 2. هلا area 1 رح تكون من صفر لباي على أربعة، وباين الأعلى هو الكوساين ناقص ساين، وarea 2 اللي هي من باي على أربعة لباي على اثنين مين الأعلى عندي أنا؟ اللي هي الساين ناقص كوساين. هيك بتكون انتهت محاضرة اليوم، يعطيكم ألف عافية يا رب.